يا عم قول اتفضلوا. اتفضلوا ايه؟ اقعدوا ولا اتفضلوا امشوا؟ اتفضلوا كلوا. اتفضلوا كلوا. ماشي غرامة عناية. حاضر. اطلب لك ايه؟ لا يا عادل خلاص، طالما انت اكلت كأني انا اللي شبعت. الله على الحنية، على اساس ان انا لو جالي برد انت اللي تعتصي يعني. طول عمرك دمك خفيف يا مضروب. ما عارف ان دمي خفيف. اخلاصي عايزة ايه؟ ابدا يا عادل، انا الاول نتكلم بصراحة. اوي اوي، اتفضلي اتكلمي بصراحة. اتفضلي. طول عمرك ما بتخشش دماغي بشلن احمر. بدأنا قلة ادب، ممكن اقوم الطشك على دماغك على طول. لا انا بتكلم بجد يا عادل، طول عمري شايفة ان انت متدلع ومرفه ومستهتر. مستهتر؟ اولا وضع طبيعي جدا ان انا اتدلع، على ان انا الراجل او انا الولد اللي جيت في العيله يعني، وبعدين انا ذكي جدا عنك، ويعني دمي خفيف جدا عنك، وكل الناس بيحبوني عنك طبعا يعني. اوكي انا ما بنكرش انك كنت مدلل اكتر مني في الاسره، بس انا عايز اتكلم في حاجه تانية دلوقتي يا عادل. انا فجاه حسيت انك بقيت راجل. راجل يا عادل. يا سلام، يعني انا اول امبارح كنت عايل والنهارده بقيت راجل؟ ده ايه الايام اللي بتعدي بسرعه دي؟ قصدي يا عادل ان انا اتغيرت وجهه نظري فيك بعد حركه الوصيه دي. حسيت قد ايه انت قلبك علينا، وقد ايه انت متحمل المسؤوليه راجل. على الله يتمر بس. ما عشان كده انا جايه لك يا عادل، عشان اقف جنبك بافكاري. ربنا يستر. ايه بقى الافكار اللي عند حضرتك؟ ايه رايك يا عادل تبيع الشقه وتبيع البازار وتقسم الفلوس دي علينا كلنا؟ طب وانت يا سناء لو خدت نصيبك هتعملي بيه ايه؟ ابدا، هدفع مقدم في شقه من شقق نقابه المعلمين، اصل الشقه دي بالقسط، وهشتري عربيه زغنطاطه كده على قدي. عربيه زغنطاطه؟ ايوه، الواد حماده بازوكا اللي هو ساكن على ناصيه شارعنا، عارفه؟ عنده حته عربيه يا عادل قد كده، يا دوبك تشيل نفرين، لونها فوشيا ميتاليك متجنطه، والكاسيت باوكولايزر وتويتر، ولا اسمه ايه بتاع اللي ورا ده؟ سبويلر. سبويلر، السبويلر اللي ورا بيبرق فظيع. الكاسيت بتويتر وكولايزر. الكاسيت ده بيبقى جوه العربيه. شفتيه ازاي يا سناء؟ ما هو اصلا ما فيش حماده بازوكا لما كنت متاخره على المدرسه، فكنت عايزه الحق المسلسل، وكانت الدنيا حر وما فيش المواصلات زحمه، فهو اللي في العربيه. وانت رايح المدرسه الصبح ده على اساس ان انت بتدرسي في معهد سينما يعني؟ لا، ما هو اصل الولد ده اللي كنت قبل كده في المدرسه اللي كانت جنبي كنت بدل يعني، هو واصحابه اللي ما تغيرش الموضوع، ما تغيرش الموضوع، خلينا موضوع الوصيه. عموما موضوع بازوكا ده مش هعديه يا سناء. الوصية بقى يا ستي أنا حر فيها وأعمل فيها اللي أنا عايزه. أنت عايزة منها إيه يا سناء؟ عايزك تبيع الشقة وتبيع البازار. حلو قوي، يعني أنا لو بعت الشقة وبعت البازار حضرتك ما فكرتيش هنعيش إزاي؟ أنا عن نفسي هعيش من مرتبي، وأشتري شقة وأشتري عربية، ما يخصنيش تعيشوا أنتوا منين. سناء غوري من وش يا سناء. يعني ربط مع الواد بازوكا؟ ربطي مع بازوكا جامد عشان يفرقع في وشك، وأنا اللي هفرقعكوا يا سناء. ماشي يا عادل، السلام عليكم. مع السلامة. خرب بيت الوصية على اللي فكر ان هو يعمل الوصية. انا اللي غلطان، انا اللي غلطان. نجلاء هاتي الجاتو من تحت السرير. اطلع البلاك فورست ولا الاكلير؟ لدو الاتنين يا حبيبتي. ايه ده؟ ما شاء الله، انتوا فاتحين مصنع تحت السرير ولا ايه؟ انت عارف يا عادل اني ماليش فيه. وانا كمان. طب ما دام مالكوش فيه انتوا الاتنين جايبينه ليه يعني؟ يا عادل انا قصدي على الميراث. ماما تقصد الوصية. الوصية. لا اتكلمي اتكلمي. انا عارفة يا عادل ان انا مش من حقي ان اتكلم في الموضوع ده. وانا كمان. انتوا الاتنين مش من حقكم وعايزين تتكلموا يعني، قصدكوا ايه؟ حسدنا يعني ان احنا عارفين انك انت راجل محترم ومؤدب وحسيس، ومش ممكن هتسيبنا نتشحطط من بعدك يا عادل. وانا كمان. بصي يا حضرتك، انا واثق ان لو سبتلك مال الدنيا مش هيكفيكي. يا عادل انا مش بتكلم عن حق عن حقوقنا، انا بس انا بعتصفك علشان انت جوز بنتي، وانا عارفه انك راجل حنين، ومن فضلك من فضلك ولازم لازم انك تحطنا في الحسبانات بتاعتك في الميراث. حسبانات وميراث؟ بتتكلمي على ايه بس يا حماتي؟ عادل، عادل يرضيك ان انا انحرف؟ وانا كمان. بص يا حماتي، الحكايه دي متهيألي فات اوانها، بس طبعا ما يرضينيش يعني.
يبقى خلاص لازم تكتب زيهم بالظبط في البازار وفي البيت، تكتب لي كل حاجه زيك زيهم بالظبط. يكتب لك يا مجيده يا سوسه يا تعبانه. اكلي جاتوه شوكولاته، انت فاكره عيل صغير؟ يا سناء انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابني ده يا عادل؟ بقول لك ايه، الست دي وبنتها ما لهمش قشايه في الشقه والبازار يا عادل. انت مالك، انت تدخلي في اللي مالكيش فيه خالص. انت عادل هيكتب لي زيكم بالظبط. ايه يكتب؟ بقول عادل لا هيكتب ولا هيمسح. يا مجيده يا عره، ماما ماما في ايه؟ تعالي اتفرجي بقى على مجيده العره دي، قال ايه؟ عايز اخويا، عايز تضحك عليه وتخليه يكتب لها في البازار والشقه زي ما بيكتب لنا يا ماما. عايزين تورثوا ابني بالحياه يا الماما، يا دون يا شحاتين يا جعانين. يا سلام يا ماما، ما انت امبارح يعني حضرتك كنت عايزه تورثيني بالحياه برضو. انا امك ومن حق اعمل اللي انا عايزاه. هو في ايه بالظبط؟ يا رانيا يا رانيا يا رانيا الحقيني، حماتك وبنتها عايزين يخرجوني من المولد من غير ربع كيلو حمص. انت مالكيش اي حاجه في الحمص وانت قلتيها. ايوه مالكيش اي حق. لا هتقعد في نصيبي، نصيبي في الشقه وفي البازار، بما ان الشقه من حق الزوجه. ايه ده عادل؟ خد موقف. انا من رايي نقفل على الموضوع ده دلوقتي. نقفل؟ ده احنا لسه هنفتح. بقول لك ايه يا عادل، الشقه دي ماما هي اللي جايبها لك. ايوه انا بعت شبكتي عشان اجوزك. والله انا ما يهمنيش التفاصيل دي يا مامي، انا كل اللي يهمني ان كلهم كده ضيوف عندي. سامع يا عادل؟ اكتب الوصيه باسمي. لا باسمي انا. قلت لك بيه عشان نخلص من الاشكال دي. عادل عادل، ابوس الجدم وابدو ندماتي على فعلاتي، تحطني في وصياتي. وانا كمان اسمها وانا كماناتي بقى عشان تبقى ماشيه مع ماماتي. انت لسه عايشه؟ انا امك، اديني كلمه الوعد. وانا زوجتك ومستنيه الرد. وانا اختك ومستنيه العقد. يا جماعه كفايه بقى، حرام عليكم بجد. بصوا يا اخوانا، كل واحده فيكم تتكل على الله تروح اوضتها، انا مش هعمل اي ميراث ولا هعمل اي وصيه ولا اي حاجه. اما موت بقى يبقى الميراث الشرعي، والميراث الشرعي بيقول للذكر مثل حظ الانثيين، وبما ان ولا واحده فيكم تعتبر ذكر يبقى مالكوش اي حاجه. سلام عليكم. دولا انا كنت طالب منك طلب في الوصيه. يا دي الوصيه، عايز ايه يا سيدي؟ عايزك تكتب لي التماثيل باسمي. اشمعنى التماثيل يعني؟ علشان ابيعهم يا دولا بقى، واعمل العمليه اللي في عينيا دي علشان اشوف من غير النضاره. يا انت مفيش في دماغك غير موضوع العمليه؟ لعلمك انا ممكن انا بايدي اعمل لك العمليه من غير دكتور ومن غير اي حاجه، يعني مش هتحس باي حاجه ومن غير فلوس كمان. معقوله دولا؟ امال ايه؟ عارف شنطه الاسعافات اللي عندنا؟ اه. روح هات هاد وانا اعمل لك العمليه. هوا دولا هوا. خرب بيتك، مش فاهم ان انا مش دكتور يخلي اي حد يلعب له في وشه كده. اهي يا دولا، اهي يا دولا الشنطه اهي. هات جدع يلا، اقعد بقى. ماشي يا دولا. يقلع النضاره. اهي يا دولا. بص القطنة دي حطها كده اهو، اهو. والقطنة دي حطها كده اهو. امسكهم بايديك اهو، امسكهم بايديك جامد اهو. دلوقتي هنخش على مرحلة الشاش الطبي. ربنا يخليك يا دولا ليا يا رب. انت اتعلمت الحاجات دي فين يا عم؟ يا ابني انا فاهم كل حاجة يا ابني. استنى استنى يلا استنى يلا. ايه دولا؟ احط لك برضه قشة كرتون كده اهو عشان عاملك ايه؟ كأنك سلك عريان مثلا. انا كده خلاص يعني؟ اه خلاص. طب هنشيل الشاش امتى يا دكتور؟ دلوقتي حالا اهو. قول لي بقى شايف ايه؟ سواد يا دولا. ايه مش شايف حاجه؟ مش شايف اي حاجه دولا. بجد يا رمزي؟ خالص. طب دول كام؟ مش شايف يا دولا. بلاش دول، دول كام؟ مش شايف دول برضو يا دولا. يخرب بيتك. طب دي ايه؟ دي ودني. خضتني يالا يخرب بيتك.